السلام عليكم. نبدأ بلكتشر 5 من الفيرال انفكشنز. عندنا الاتش اي في والايدز. الاتش اي في اللي هي هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، والايدز الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم. عندنا الديفينيشن، عندنا الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس الاتش اي في ريفير تو ريترو فيروس ذات انفكت سي دي 4. انفكت السي دي 4 هو ريترو فيروس اللي هاي بهنا ريفرس ترانسكريبتيز، راح يصيب لنا السي دي 4 تي سيل. Eventually decreasing immune function over time، إنه هو راح يقلل لنا المناعة بمرور الوقت. Two form of virus exist، إنه عندنا نوعين من الفيروس ال HIV 1 وال HIV 2. ال HIV 1 يكون worldwide، إنه منتشر بالعالم، وال HIV 2 أكثر شيء بأفريقيا. عندنا ال acquired immunodeficiency syndrome اللي هي الايدز، refer to immuno compromised condition caused by HIV، انه هي حالة نقص المناعة بسبب ال HIV، يسموها الايدز ال acquired immunodeficiency syndrome. عندنا usually occur about decay after initial infection، انه بعد الاصابة بال HIV راح يعني ورا سنوات، انه تبدي المناعة تقل شوية شوية لحد ما توصل السي دي 4 اقل من 200، وتبدي يعني كلش نقص بالمناعة فيصير الايدز. عندنا انه اذا ما تعالج يعني راح انه يصير عند الايدز اخر شيء، اللي يعني هو يعني شلون اخر مرحلة من ال HIV هو الايدز. It is characterized by opportunistic infection and severely impaired immunity، انه مواصفاته انه راح يصير بهذا الشخص المريض opportunistic infection، امراض انتهازية، هاي الامراض اللي تصير بس بالاشخاص اللي مناعتهم ضعيفة، و severely impaired immunity يصير عنده نقص بالمناعة. The progressive of HIV to full blown AIDS has held to large degree with the introduction of highly active antiretroviral therapy، انه قل وتوقف انتشار ال HIV الى حد كبير باستخدام هذا العلاج اللي هو الهارت ال highly active antiretroviral therapy. Some patients on long therapy on long term therapy are able to reach a near normal lifespan، انه يقدر يعيش حياته طبيعي اذا استمر على هذا العلاج والتزم به، يقدر يستمر بحياته طبيعي كاي شخص عادي. عندنا الابيديميولوجي، هذا انه يقول 35% يعني 35 مليون شخص مصاب بالايدز، واكثر شيء انه more than half in Africa، واكثر من نصهم بأفريقيا. إنه الأكثر شيء الهوموسيكشوال هم at risk، بس شافوا بالسب صحران بأفريقيا الهيتروسيكشوال ومن هم أكثر يعني يتعرضون للإصابات أكثر من المين. عندنا الاتيولوجي ومعتوى الباثولوجي، سبريد فيا of the spread of virus occur via sexual intercourse، من sexual intercourse أو من blood blood products أو يعني من الدم، او من البيرث والديليفري، يعني اذا كانت الام مصابه وكانت حامل خلال الولاده راح ينتقل يعني الطفل مالتها. البريست فيدنج او خلال الرضاعه، او شيرينج ذا نيدل، انه هاي بالنيدل ستيك والابر وما ادري شنو. عندنا الاتش اي في اتاك تو جلايكوبروتين الجي بي 120، انه هذا الفيروس راح يرتبط على البي سبايك، واخذناه بالمناعه هيك شكله بهذاني سبايك، فبي هذا الجلايكوبروتين الجي بي 120 راح يرتبط ويا ال CD4، راح يرتبط ويا CD4 creating DNA copies، إنه راح يرتبط ويا CD4 مال هاي الخلية ويدخل داخل الخلية. داخل الخلية راح يرتبط بالجينوم مالتها مال الخلية، ويكون لنا شو يسمونه، يسوي لنا فد copies من ال، أول شيء يسوي لنا فد copy من ال RNA مالته، DNA copies of RNA viral، انه راح يسوي لنا DNA من ال RNA من بالريفرس ترانسكريبتيز، بالانزيم مالت الريفرس ترانسكريبتيز يسوي يحول ال RNA الى DNA. بعدين ايش راح يسوي؟ انفيريون ار فورمد، انه بعدين راح يتحد ويا DNA مال الخليه وما ادري شنو، ويكون لنا هذا الفيريون يعني مثل قالب مال الفيروس، ويكون لنا شيء يسمونه الفيرال بروتينز، راح يصنع الفيرال بروتينز من باي ذا هيومن هوست، اند انه من يعني هاي الاشياء مكونات مال الخليه الهوست مال الانسان، راح يكون لنا يعني يكون البروتينات مالته كالفد باي فيرال بروتينز باستخدام الماتر بروتييز، راح يكون شيء يسمونه بروتينات.
contributing to initial spike in viral load early on the disease process. هاي ما أدري شنو هو. هاي هنا أنا يقول subside as a human host response take over. إنه أنت بدي تشتغل المناعة مع الجسم شوية راح يقل يعني يقل ال replication مع الفيروس ويقل نسبته شوية بعدين راح يرجع يصعد. لأنه ده يستمر أنه يقتل ال CD4 اللي هي يعني أصلاً الخلايا مال immunity، فهي بالبداية تقاوم فيقلل الفيروس بعدين راح يعني يرجع ظل يدمر بال CD4 فإنه شو يسمونه يرجع يصعد. Which immune response occur and continuous is through influence the rate of progressive and symptom. إنه راح يأثر فإنه هاي المناعة مع الشخص راح تأثرنا على الأعراض والتطور المرض هذا ال HIV. وتكون largely genetic انه شلون يعتمد على الجينيتيك انه مثلا اكو واحد انه تطلع عليه الاعراض قويه اكو واحد ما يعني تطلع عليه الاعراض خفيفه وهيك يعني حسب الجينيتيك مع شخص يعني المناعه. عندنا الكلينيكال فيتشرز عندنا البيشنت انفكتد وذ HIV ات تايم اوف illness يوجوالي اسيمتوماتيك انه يكونون بدون اعراض. هو الاتش اي في ما تطلع باعراض بالبدايه بعدين يلا من تقلل المناعه كلش والسي دي 4 تتاذى كلش يلا تبدي تطلع اعراض فبالبدايه يكون هيك يعني بدون اعراض. عندنا البي ستيجات عندنا اول شيء الاكيوت السيريو كونفرجن. سيريو كونفرجن قلنا هاي من يكون انتي بوديز هيك يعني الجسم من يدخل له فيروس او شيء راح يكون انتي بوديز هاي اول شيء. فعندنا اللي هي تكون خلال يعني بعد الإصابة أسبوعين إلى 6 أسابيع. السيمتوم ما تكون يعني هيك مثل الإنفلونزا فيعني ما يشكون إنه بي اتش اي في وهيك شيء بس إنه يشكون إذا تكون ميميك لاي فلو لايك إلنس أو الإنفكشيوس مونونكليوسيس وإنه يخلون ببالهم إنه تشخيص الاتش اي في إذا كان عنده فد يعني ريسك فاكتورز يعني تخلي اكثر احتمالا للاصابه بالاتش اي في. عندنا ليتنت بيريود هاي هنا من يظل خامل فيكون اسيمتوماتيك ديورينج ذس تايم انه ما يطلع اي اعراض يكون خامل بهاي الفتره تيك ييرز انه راح ياخذ يعني يطول سنوات. فانه ممكن يصير عندنا جنرال لنفادينوباثي انه اللنف نود يصير بها انلارجمنت فاذا انه شفنا اللنف نود كبرت اكبر من 1 سنتيم خلال at least 2 extra inguinal sites for more than 1-3 months انه ظلت 3 أشهر يعني بيصير بها enlargement فهذا الشخص نسوي له بايوبسي فيعني ممكن يكون بمرض او يعني حتى يخلون ببالهم HIV يمكن او هيك. ال AIDS related complex عندنا ال constitutional symptoms انه هنا راح عندنا weight loss fever night sweats انه تعرق خلال الليل انه عندنا من الاونست اوف ديفلوبمنت انه راح يبدي شويه يعني يصير يعني عشان مرحله لبدايه الايدز. عندنا الابورتونستيك انفكشن هم راح يصير لك بيل كانديدايتس والسيبوريك درماتايتس والاورال هيري لوكوبليك يا الكانديدايتس السيبوريك درماتايتس انه مثل الاكزيما والاورال هيري لوكوبليك تصير من الابشتان بار فيروس. عندنا ال define إن هسه عندنا الايدز وردي إيه الايدز تكون يعني CD4 أقل من 200 عندنا ويعني الصفات يعني صار بيك opportunistic infection من الصفات هاي المرحلة increase risk of cancer وزيد يعني خطر السرطانات مثل عندنا الكابوسي ساركوما والباركت لنفوما هاي الباركت لنفوما هنا هاي عندنا ال investigations عندنا ال step wise plan إنه عندنا هنا فت خطوات نسويها للفحص هذين 4 خطوات. فعندنا هاي الخطوة الأولى ال HIV1/2 antigen antibody immune assay هاي من الإلايزا وهذين الأشياء initial screening test ال HIV1 إنه هنا راح يفرقون بين النوع الوان والتو subsequent test with differentiated assay recommended after having positive antigen انه بعد ما هاي الخطوة بعد ما هاي الخطوة positive ال step 1 positive راح يجون يسوون هاي الخطوة هاي الخطوة انه شلون differentiated assay انه راح يسوون هذني ال HIV1 positive ال 2 negative HIV1 antibody present انه هاي هنا شوفوا هنا ال HIV1
بوزيتيف مات التو نيجاتيف يعني بي يعني عنده اتش اي في 1 انتي بودي يعني هو من يعني ال 1 بوزيتيف يعني عنده بوزيتيف انتي بودي لل 1 هنا التو بوزيتيف يعني عنده انتي بودي لل 2 هنا اثنيناتهم عنده يعني اتش اي في بس يعني ما نحدد 1 لو 2 اتش اي في انتي بودي بريزنت الاتش اي هنا كلها نيجاتيف انه بروسس تو ستيب 3 انه هنا اذا نيجاتيف هذا الخطوة الثالثة انه هاي يعني اخير شيء اذا طلع اثنينات النيجاتيف فراح انه شي يقول نسوي الستيب 3 ننتقل للستيب 3 انه هاي يعني حتى هنا انا قايل انه اذا الستيب 2 نيجاتيف راح نسوي هذا شو يسمونه ال NAAT اللي هو النيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست اذا طلع بوزيتيف يعني هذا بي اكيوت اتش اي في انفكشن عندنا ال investigation and management relevant إنه هاي راح نفحص opportunistic infection البقية عندنا ال complications عندنا ال complication أول شيء النيمونيا النيمونيا أكثر شيء تصير من ال pneumocystic جاي جيرو في سي وال pneumocystic كاريني هذا إني fungal infection فعندنا هنا إنه شيء يصير إنه هاي إذا إنه تكون هاي النيمونيا اكثر شيء بالاشخاص الاميون كومبرمايز والاتش اي في فانه يعني اللي من هاي الفنجاي فانه اذا شخصناه بهاي النيمونيا فنحط ببالنا انه هذا عند احتمال كبير بانه اتش اي في او يعني اميون كومبرمايز الاشخاص اللي يعني ياخذون ادويه وقلانه مناعتهم هيك ممكن يصير بهم يعني هي هاي الانفكشن بس يصير بالاميون كومبرمايز اما اتش اي في او يعني هو ياخذ فد ادويه او شيء يعني قلانه مناعته عندنا هنا أنا راح تكون الأعراض مات فيفر فيفر دراي كاف والسومنيا والإكسيرشن إنه خلال الحركة إنه والله خلال الحركة إنه راح مثلاً عندنا الأوتو مات يعني هو أترست الأوتو مات تشبع الأكسجين الأوتو ساتوريشن 96 طبيعي خلال الرست بس من يتحرك هم يعني مثلاً من يتحرك ويركض ويعني هيك خلال الحركة راح يقلل الأكسجين ساتوريشن عندنا وبريفرال انفلتريت هاي يعني تكون نون سبيسيفيك هاي يعني هاي كلش سبيسيفيك هذني السومنيون اكسيرشن هاي هاي نون سبيسيفيك نونس نشوف بري هايلر انفلتريت انه يعني هاي لوكوسات شو يسمونه نيوتروفيل هاي حول الهايلم مال لانج عندنا النيمونيا and also بي انه ممكن النيمونيا تكون من البكتيريال اوريجين من هاي شو يسمونها كانت ستاف نيمونيا ما ادري المهم والانفلونزا عندنا المهم هاي الاسلو ستاف لو ستربت ما ادري نسيت هسه عندنا ان اول بيشنت وذ سي دي 4 كاونت بيلو 200 انه قبل انه الاشخاص اللي اقل من السي دي 4 مالتهم اقل من ال 200 هو ذوز بريفسلي هاد وان انفكشن عندهم انفكشن سابقا ريسيف بروفيلاكسيس اجينست ديفلوبمنت اوف نيمو سيستس انه راح نعطيهم بروفيلاكسيس ضد هاي النيمو سيستس حتى ما تصير بيهم اللي هو كوتراموكزازول والأكيوت انفكشن هم يعني بالأكيوت انفكشن راح نعطيهم اي في كوتراموكزازول عندنا الكومبليكيشن الثانية هي تيوبركلوسيس التيوبركلوسيس يكون رياكتيفيشن اوف ليتنت تي بي انه تي بي خامل راح يصير له رياكتيفيشن بال يعني مني يصير اتش اي في وورسن ان انديميك اريا عندنا المايكوبكتيريوم اوفم كومبلكس انفكشن المايكوبكتيريوم اوفم هاي يعني من انواع المايكوبكتيريوم هي فانه تكون وياها يعني السي دي 4 تقل جوا ال 50 وانه برافلاكسيس بالازيثروميسين السيتوميغالو انفكشن راح يعني نشوف فيها راينايتس يصير وديكريز فيجوال اكيوتي اند اي بين انه يصير خلل بالرؤيه وعندنا الم بالعين يصير نعالجه بالجان سايكلوفير عندنا الكريبتوسبوريديوم بارفام دياريا نو سبيسيفيك ثيرابي ما لها علاج محدد بس يعني تكون سبورتيف العلاجات مالتها
يعني هي ديارة يعني نطفل ود وما ادري شنو. الكانديدايسز انه تكون اسوفيجيال او كوتينس او ديسيمينيتد. الكانديدايسز يعني هاي شلون سيستميك، مو نفس قبل هاي بالماوث انه على اللسان. عندنا السيريبرال توكسوبلازموسس، هاي يعني مال اللي من القطط تجي توكسوبلازما جوندياي، انه سر سي ان اس انفكشن كوز باي بروتوزوا اللي هي التوكسوبلازما جوندياي اللي الانيمال ريسيفوار مالتها، الريسيفوار مالتها الكات. عندنا الاعراض مالتها هيديك، فيفر، انسفلايتس، فوكال نيورولوجي انه يعني فد وصداع وسخونه، وانسفلايتس يعني هاي بالسي ان اس، شغلات السي ان اس، وفوكال نيورولوجي هاي هنا عندنا هاي شو يسمونه الاعراض مالتها. عندنا الانفستيجيشن شو وذ انه بالسي تي سكان راح نشوف شو ول which will show ring enhancing lesion، انه هاي بين السي تي سكان مال البراين انه راح نشوف ليجن بالبراين. عندنا التريتد بال برايم ميثامين والسلفادايازين والبروفيلاكسيس بالكوترايموكتازول. اذا يعني اف انه السي دي 4 قلت جوا ال 100 راح نعطي بروفيلاكسيس. الكونجنتال توكسوبلازموسيس انه هاي كونجنتال انه الام الصابه وينتقل للطفل مالتها، انه يصير عندنا هيدروسيفالس، الكوريو راين الكوريو ريتينايتس انه هاي التهاب بالكورنيا، وانترنال انتراكرانيال كالسيفيكيشن يعني اكثر شيء صار يعني بالسي ان اس وهاي الشغلات السي ان اس يم والعين. وها عندنا البروجريسيف ملتي فوكال لوكو انسيفالوباثي، بروجريسيف دي مايلينيشن دي مايلينيتد ديزيز كوز باي الجي سي فيروس، الجي سي فيروس present with focal neurological signs، انه يعني يصير focal هيك مناطق معينة، هاي هيك مثلا منطقة هيك. عندنا هنا أنا يكون هاي يعني هاي هذا الجي سي فيروس اللي يشتغل على الأوليغودندروسايتس، شو يصير يشتغل على الأوليغودندروسايت، فهي انه هاي دي يقول دي مايلينيشن انه دي يوخر المايلين شيث. عندنا هاي انه مالت الاعراض الاتاكسيا، الفيجوال ديستربنس، والانسيفالوباثي، والرابيد فيتال اف انتريتد انه يموت اذا ما عالجناه بسرعه. هو شو يسمونه عندنا السوفي انه هاي قلنا فوكال نيورولوجيكال ساينز انه في منطقه معينه يصير منطقه معينه فانه ياثر عليها ويسوي لنا اعراض انه تخص المنطقه اللي يصابها، انه مثلا اذا اثر على مال فيجوال او يعني سنسوري وموتور هيك يعني مناطق مو البراين كامل. عندنا البيهيفيرال تشينج انه راح يصير تغير يعني التصرفات مالته، الباراستيزيا يعني مثل شلون مثل الخدر يصير، وبراليسيس شلل شي يسمونه الودمنشيا يصير يعني مثل شي يسمونه خرف، لانه قلنا هاي انه وخر المايلين شيث دي تتاثر الاعصاب. الدايجنوستس بيست انه الدايجنوستس بالبي سي ار، التريتمنت افيكاسي اوف هارت انه راح يستخدمونه الهارت همينه، الكريبتوكوكال مننجيتس. ها عندنا هاي هنا دي يقول البروجريسيف ملتي فوكال لوكو انسيفالوباثي، انه هاي البروجريسيف يعني ورسن وذ تايم، راح انه خلال الوقت راح يصير اسوء. ملتي فوكال انه افكت المالتيبل لوكيشن مواقع معينه، واللوكو هاي وايت يعني ديزيز اوف براين الانسيفالوباثي يعني هاي هنا انا عايده اشوف انه بالسي تي سكان يبين وايت. ايه عدنا الكريبتوكوكال مننجيتس، السيبتوم رينج فروم مايلد كرونيك هيديك، انه الاعراض تتراوح من وجع راس خفيف ومزمن الى مننجسم تو سيجر، الى يعني التهاب بالسحايا الى سيجر حتى يعني يصير عنده نوبات صرع. الفنجس هو الكريبتوكوكس نيو فور مانس
اللي يعني اللي يسبب لنا هاي الكريبتوكوكال مننجايتس. الديفاين دايجنوسيس انه بالانتيجين، انه نشوف الانتيجين مال ستريبتوكوكال بالسي اس اف. عندنا هاي نستخدم هاي الصبغة حتى يعني بالفحص. الانديا انك ستيننج عندنا، والترين سمنت مالتهم فوتوراسين والفلو فلوكانازول. الكابوسي ساركوما، الكابوسي ساركوما من الهيومن هربس 8 اللي تكون بيربل ماكيولا ماكيولز اور بابيولز ذات بيجن اون ذا فيس اند سبريد، انه تبدي فد يعني طقع. اما تكون ماكيول يعني شلون ويا مستوى الجلد، او بابيول مرتفعة عن مستوى الجلد. تكون لونها بيربل بنفسجي، تنتشر منه يعني تبدي بالوجه وتنتشر بعدين بالجسم. عندنا affected respiratory system انه راح يأثرنا على respiratory والجي اي تي سيستم، فيسوي لنا دسوبنيا، دسوبنيا انه يضيق بالنفس، وهيموتو هيموبتسيس انه هاي يعني vomiting of blood، وابدومينال بين وجع بالبطن. local lesion treated with radiotherapy انه local انه شلون باماكن معينة يعني مو منتشر بالجسم كله، بالراديوثيرابي اور البليجيتد انترا ليجنال دوكسوروبسين دوكسوروبسين. عندنا المانجمنت، المانجمنت هنا انا هاي ده يقول انه السرعه انه نفحص فحوصات مال دم بلاد فانكشن واذر انفستيجيشنز، نسوي فحوصات قبل ما ننطي هذا العلاج الهارت. البريفيوس جايدلاين انه ها انه قبل الجايدلاينز القواعد القديمه انه كانوا ما يبدون بالهارت الا السي دي 4 يوصل عدد معين. هسه انه ده يبدون بالعلاج مال هارت، انه من يشخصونه، من يشخصون انه هذا بي اتش اي في راح يبدون العلاجات مال هارت. قبل كانت لازم توصل السي دي 4 لعدد معين يلا يبدون بي. فعدنا شرح انه هاي المانجمنت هو نستخدمه in combination should considered comorbidity هاي هيك يعني ما بشي مهم، بس انه هنا نفعد يعني كفد اشياء مثلا اذا هو بامراض بالكبد وما ادري شنو يعني مو هي بها هاي مجموعه من العلاجات، فيعني نستخدم حسب حاله الشخص. فعدنا الهارت الكلاسي، هذا الكلاسيكالي الكونسيست هو التشويس بين 3 دراج فرايتي from variety of classes، انه هو هذا الاختيارات بين التصنيفات علاجات الشي يسمونه ال HIV. اكثر شيء اكثر واحد يستخدمونه الهارت اللي هو يقلل لنا الفيرال لود. عندنا النيوكليوسايد انالوج ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتر، هذا يكون هذا ال زيدو فيودين واللامي فيودين والإميتراي سيتابين والتينوفير. السايد افكت مالتها الأعراض الجانبية راح تسوي لنا بريفرال نيوروباثي، تأثر لنا على الأعصاب البريفرال. الزيدو فينيدين هذا فد يعني سبيسيفيك سايد افكت، تسوي يعني يسوي أنيميا والنيوتروبينيا ومايوباثي ألم بالعضلات، والنيوتروبينيا يقلل النيوتروفيل ويقلل الار بي سي يسوي لنا انيميا. البروتييز انهيبيتر اللي هي هاي كلها تنتهي بفير تسوي لنا سايد افكت مالتها ديسليبيديميا، انه عشان زايد لنا الليبيد سوينا ديسليبيديميا انكريز ال يعني هاي زايد الكوليسترول وهذين الاشياء. الانكريز الريسك اوف دايابيتيز وتزيد لنا خطر الاصابه بالسكر وتسوي لنا دياريا. الاندينافير هاي في سبيسيفيك سايد افكت له يسوي كيدني ستون حصاب الكلية. هنا عندنا هسه اخذنا النيوكليك اسيد، هذا النون نيوكليك اسيد انالوج ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتر اللي هو الايفا زيرا ايفافير فيرزين فيرنز والني ما أدري اسماء. المهم نيف نيفير فيرابين هنا راح يسوينا سايد إفكت الإنسومنيا أرق ودزنس يعني دوار.
الكومبينيشن انه هو نستخدم يعني الكومبينيشن ات ليست 3 دراج، انه نستخدم يعني الكومبينيشن 3 دراج سوا. مثلا عندنا هذين ال NRIT 2 من ال NRIT وياهن البروتين انهبيتر، او ال NRIT 2 ومنهن ومن ال NNRIT RTI. انه هنا أنا اكثر شيء ال NRTI يستخدمونه هو ال تينوفوفير وال إميتراي سيتا بين. البروفايد البوست بروفلاكسس انه هنا عندنا شلون ورا القصه، يعني من يتعرض يعني هذول مثلا يشتغلون بالمستشفى، اذا تعرض الدم مع شخص مصاب بالاتش اي في ايش راح يسوي؟ انه امبورتنت كونسيدرابل اوف هيلث كير بروفيشنال، انه يعطونا للهيلث كير اللي يشتغلون مجال الصحه. الريسك اوف السيريو كونفرجن بوست نيدل ستيك انجري، انه خطر انه شان يصير بي انه ستيريو كونفرجن بوست انه اقل من 0.5%. بس هنا انا شو يسوي انه هنا أنا قال الدكتور انه من يفحص يعني من يصير بي انه مثلا تشيك بابرة من شخص مصاب من ده ياخذون التحاليل وما ادري شنو، او من خلال عمليات دم يعني هو مجروح او شيء، فيعني انجراح او ها. فانه شو يسوي؟ اول شيء يسوي له فحص مال اتش اي في، انه خاف هو بي اصلا يعني منتقل له من هذا المريض، انه يعرفون اذا هو يعني حتى يعرفون اذا هو بي قبل اصلا لو احتمال ينقل له من هذا الشخص اللي انصاب من عنده. المهم فهنا انا ايش راح اسوي؟ واش ذا افكتد اريا، راح يغسل المنطقه المصابه واتم تو بليد ويخليها تنزف، يعني يعصر المكان يخليه ينزف. بس انه شنو نوت انتم تو سك ذا اريا، انه شان هاي ماكو مثلا من ينجرح اصبعهم يمصون الاصبع حتى يطلع الدم، هو لا هنا أنا ما يصير نمص الاصبع حتى يطلع الدم، انه بس نعصر نخليه يعني الدم يطلع هو من وحده مو يقعد هو يتفلسف من يمه. المهم يعني هو شلون اصلا يعني ممكن يصير بيه الفيروس، فهو يعني شكو ده يحطه بحلقه اصبعه يعني. عندنا وذن 48 hours، and انه راح يبدينا يعني البروفلاكسز نعطيه خلال 48 hours continue more than، انه يستمر خلال الى 28 day. الافضل تيستينج انه راح همين يبدون يراقبونه حتى خاف يعني صار بيه الاصابه وهيك، انه ات 12 اند بالاسبوع ال 12 وبالاسبوع ال 24 انه ورا ما انطوه البروفلاكسس يفحصونه مره ثانيه، انه خاف ما صار عنده يعني بروفلاكسس او شيء، لان مرات من ينطون فاكسين ما يصير مناعه، فانه يفحصونه من ينطونه هذا البروفلاكسس يفحصونه بعدين اذا صارت عنده مناعه ولا. وعدنا هنا هذني التينوفوفير والامي امتراي سيتابين، انه يعطين ازوان تيول، انه يعطون بدواء واحد، وهذني هم ينطون بدواء واحد، وهنا يعني بشكل عام هذني الادويه يعطون ان كومبينيشن حتى ما يصير بهن ريسيستنت. وهي خلصت المحاضره، وثانك يو.